السلام عليكم ورحمة الله خويا، إن شاء الله تكونوا بخير. طلة جديدة تقدر تقولوا جديدة وقديمة في نفس الوقت. حزام الأثقال طرقنا ليه من قبل في فيديوهات، الطريقة تاعو تما كيف نثبته في الخصر، كيف باش ما يدورناش، لكن طريقة تثبيت الرصاص في حد ذاته بعد ما طرقنا لهاش. نشكر خويا اتصل بينا وهو اللي يعني مهتم بالطريقة التثبيت هذه، وقلنا بإذن الله تعالى نديروها في فيديو باش يعمل خير بإذن الله. هذا حزام تثبيت الأثقال خوا، كما راكم تشوفوا هذا من تمام تيسيو نورمال مش بلاستيكي. نطرقوا ساعه لواحد النقطة، الفرق بينه وبين البلاستيكي، هذا بلاستيكي هاوليك، هذا حزام تثبيت بلاستيكي. هذا النوع من الأحزمة ما يحتاج خوا تثبيت باش نثبتوا فيه الرصاص، لأنه الرصاص كي نحطوه لداخل ما يقديسيش، لكن جبتو باش ندير لكم ديمونستراسيون في طريقه التثبيت تاع الرصاص في الحزام. كاينه نقطه ثانيه اخرى، الطريقه تاع التمرير البلاستيك لهنا، انه خاوة بزاف يجهلوها. نهزوا الفم، هذا يقفل هكا من اليسار، نحطوه ديما من اليسار وهذه من اليمين. نجوزوا منا الحزام، نعقبوه لهنا، نعاودو ندخلوه نخرجوه باش يكون هذا اللسان في الخارج لبرا. من بعد باش كي نعبي وحنا نقفلوه مشكلناش عائق يخرج لنا منه وين يولي يقيس في هذا ولي يفرينيه هكا، باش كي نعقبو حنايا منه يعدي عادي، هاوليك يعدي عادي ما يقيسش لهنا في اللسان هذا، كون جا بالعكس. هذه نقطة الخوا اللي لا اله الا محمد رسول الله. كاينه واحد النقطة اخرى كان في بالي باش نذكرها، يبقى هذا في الطريقة تاع التثبيت تاعو راني تفكرتها. نديرو له غير الخيط لهنا في الوسط برك باش الحزام تاعنا ما يطلعش الصدر، هذا مكان مالقري هذا الخوا العموم يثبت. شنو انا واحد من الناس ما نحبش نستعمل هذول، انه مشغول تحس بضغط هكا على الخصر تاعك، وين مع الوقت كي تطول في الصيد تاعك يدلك تما سوء الدوره الدمويه، لانه انت باش كيما نقولوا ما يطلعلكش الصدر تاعك تهبطوا للخصر تحت الخصر، كيما نقولوا في الارداف تقدروا تقولوا تفيكسيه، ولكن الضغط تاع المطاط هذا يبقى ديما يشبه يعني يضغط على العضلات وعلى الاوعيه الدمويه، وين مع الوقت كي يطول في الخرجه تاعك يدير لك تشنجات. على كل حال هذا راي خاص خوا، كاين خاوتنا اللي حبوا يستعملوا هذا، انا العموم نحب نستعمل هذا تاع الخيط نورمال. دوك نطرقوا خوا طريقه تاع التثبيت تاع الرصاص في الحزام. لا نجيبوا حبه تاع الرصاص، نشوفوا طريقه تاع التمرير تاعها، نشوفوا الفم تاعها، هذه الحبه تاع الرصاص قبل ما مع الاخر نوليو لهذا باذن الله تعالى. هذه حبه الرصاص لهنايا، هذا الحزام، نشوفوا ساع الفم، هاو الفم تاعو الفيرموار تاعو من هكا، نشوفوا الطريقه تاع التمرير تاعو، الجهه الداخليه تاعو تجي منا من داخل هكا، نجوزوه منا. بلاستيكي ما يشقاش اصلا الانسان يفيكسيه، انه وحده يتثبت في الحزام، عفوا انا الرصاص وحده يثبت في الحزام، لكن انا باش ندير لخوتي ديمونستراسيون برك باش تشوفوا طريقه تاع التثبيت، انه هذا هكا في ذاته اصلا مثبت، هاوليك هكا ومثبت ما يروح له هكا لا هكا. هذه طريقه خاوة، تكون الفم ديما هاو الحزام، هاو الفم ديما يكون مقابل الجهه الداخليه هكا، باش انت كي تلبسه ما يجيش مقلب، مش تبقى تركب وتنحي. هذه نقطه الخوا. النقطه الثانيه دوكا نروحوا للطريقه تاع التمرير تاع الخيط التثبيت تاعو. جبت لكم خيط ابيض هذا سامبل باش يبان مليح في الفيديو. نعقبوا منه خوا من داخل هكا، نعاودوا نجيبوه منه في الجهه السفليه من هكا هكا، ونعاودوا نجيبوه منه خوا، دخلوه منا هكا كيما راكم تشوفوا، ونجيبوه من هكا كيما راكم تشوفوا، شكلنا كروا هاي ليك هاي ليك، هذه كروا منا من الجهه الداخليه زي ما راح يظهر لنا، هاو كيف يظهر لنا الخاو خيط منا، وهذا دركا نربطوه هكا. من بعد ما نربطوه نشدو الجهه هذه هكا اللي هنا باش دير العقده،
ونعاودوا له ربطه سامبل، انا مش غنشبح لانه دوك نفتحها. تعاود له ربطه واحده اخرى، من بعد ما تعاود له ربطه واحده اخرى تقطع الخيط هذا وتحرقه ببريكي. العموم استعملوا خاوتي الدينيما ولا الخيط تاع الموليني انه يكون تما صحيح ويحتمل من بعد سيرتو للمياه المالحه وكذا. هاي ليكم خواتي، ماشي هكا تعمل الطريقه هذه لتثبيت الرصاص في الحزام وين ما يزيدش يطير. هاي ليكم، ومنا من داخل هاوزي ماشي يجي. نعت لكم درك، عفوا سامحوني، هذا الحزام بعد ما ركبناه الاول يعني تثبيت تاع هاوزي ماشي يجي. هاوزي ماشي يجي، يجي ديكروا هكا علامة في. ولا انا في الحبة هذه الوسطانية درنا الخيط، نعاودو نقلبوه، واني طرقت اللقطة هذه من قبل في الفيديو، نجيبوه لهنا نعقبوه لهنا بين الرجلين تاعنا، نعقبوه لهنا ونغلقو. من بعد كي نغلقو حنا الخيط هذا ولا هنا، قدر الله كاش امر طارئ وين تحتم علينا ننزعو الحزام، بمجرد فتح الحزام ونجبدو هكا هذا وحده راح يخرج ونلارقيوه. العموم هذه الخوا، ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.